Claro, básquet. فكرة ممتازة إن إحنا بعد كده نبقى نسجل كل السيمينارات أصلا. ازاي بقى هنسجلها ازاي؟ كلايف عادي يعني؟ التسجيل دلوقتي بقى سهل خالص، حتى بأي حد بموبايله بيسجل يعني. احنا كده تمام يا دكتور، خلاص. بنسجل؟ اه خلاص تمام، تمام يا دكتور احمد، اتفضل شكرا. بنرحب بحضراتكم، والنهارده هنبدأ الزوم ميتنج الثالث، اللقاء العلمي الثالث على زوم. ان شاء الله هيبقى معانا الاستاذ دكتور محمد عبد الحسين سليم، وانا شايفه ان في ناس كتير مقبلين على موضوع الساعه Children and Screens The Current State of Evidence، يعني الاطفال والشاشات، ودي حاجه مشكله كبيره جدا، ونحب وعندنا شغف كبير قوي ان احنا نسمعها. طبعا دكتور محمد سليم هو المسؤول عن التشايلد سايكاتري في القسم، وهو اسوشيت بروفيسور اوف سايكاتري في طب. مش عارفه، لو احيانا بتبقى المحاضره بتبقى انترستنج قوي وبتاخد اهتمامنا كله، فممكن نقول بعدها المحاضره بتاعتي اللي هي سوماتيك سيمتومز ويز كوفيد 19، يا اما ناجلها لمره تانية لو كان مش هنقدر نستحمل. هنعمل فوتنج بقى على الجروب بعد ما الدكتور محمد هيخلص، وعلى قد ما نقدر هنستحمل قد ايه. عندنا شغف ان احنا نسمع محاضرة الاستاذ الدكتور محمد سليم، اتفضل يا فندم. شكرا، ألف شكرا دكتورة مي، ويعني أنا سعيد جدا بهذا الجهد الجميل اللي بتعمله شركة إيفا والأستاذة الدكتورة مي عيسى في تنظيم اللقاءات العلمية دهيت، وإن إحنا نحس إن إحنا شغالين حتى في أي ظروف. يعني إحنا ما بنوقفش الشغل الحمد لله، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لأن دايما الفراغ هو العدو الأول للصحة النفسية يعني. وده يعني برضو له علاقة بموضوعنا النهاردة، ان احنا الاسر كلها والناس بتشتكي من موضوع الفراغ بتاع الاولاد، وان هم قاعدين على الموبايلات طول الوقت، وعلى التابات وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب. فحتى التلفزيون دلوقتي بقى موضة قديمة، يعني الاولاد دلوقتي لو بتتفرج على التلفزيون شوية، مش مع ان هو برضو سكرينز، يعني هي ده كلمة سكرينز اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة تشمل الاجهزة الالكترونية والشاشات الالكترونية بشتى انواعها يعني. وهي مشكلة قائمة في المجتمع طول الوقت، ولكن إلى حد ما زادت مع ظروف الحظر والقعدة في البيت وإلغاء المدارس، وإن الأولاد ما عادش عندهم حاجة بتشغلهم غير الإيه، اللعب على الموبايلات والحاجات اللي زي كده. ودايما بنتسأل يعني إيه وضع الموضوع ده هوت. وطبعا كل الناس، حتى الناس اللي بتسألنا نفسها، هم نفسهم عارفين وبيرددوا إن القعدة على الشاشات الإلكترونية كتير دي حاجة مضرة للأولاد وللشباب وللناس بشكل عام. ولكن إحنا بقى يعني الفرق بيننا وبين عامة الناس والناس غير المتخصصة، إن إحنا لازم نتكلم بالإيفيدنس. الإيفيدنس اللي هو الستادز، اللي هو الدراسات العلمية بتقول إيه في الموضوع ده هو، عشان لما نتكلم على أساس علمي، ونبدأ نقول إيه الحدود اللي ممكن إن إحنا نتعامل فيها مع الشاشات الإلكترونية بشكل آمن إن شاء الله. دي أجندة سريعة للمواضيع بتاعنا النهاردة. وأول حاجة هنتكلم على حجم المشكلة نفسها، الـ amplitude of the problem. بعد كده هنحط إيه، يعني نحاول نعمل ريفيو كده للستادز اللي اتعملت على السكرين تايم مع الديفلوبمنت، وعلاقتها بموضوع الاتزم، على الاتنشن وعلاقتها بالـ ADHD، على المود وعلاقتها بالديبريشن، على السليب وعلاقتها بالسيركاديان ريزم. وفي الاخر هنتكلم على ايه الدراسات اللي اتعملت في مصر هنا عن نفس الموضوع دهوت. وفي الاخر هنحاول نحط ريكومنديشن سريعه. اول حاجه نبدا ب يعني حجم المشكله. طبعا السؤال اللي ايه، يعني انا في اي عياده تشايلد سايكاتري تقريبا يعني 10 او 20% على الاقل من اسئله الاهل متعلقه بالاجهزه الالكترونيه، وازاي نتعامل معاها، وازاي يعني ناخد الموبايل من البنت بعد ما قعدت عليه 7 سنين 7 ساعات زي ما احنا بنشوف كده، وهل الطفل الصغير نونو خالص اللي لسه مش عارف يعني ايه كمبيوتر ده ممكن نجيب له لعبه على الكمبيوتر يلعب بيها ولا لا اخره. وزي ما قلنا احنا محتاجين ان احنا نعرف الايفيدنس بيقول ايه، لان في حاجات كتيره جدا ممكن عامه الناس وممكن احنا كمان نعتبرها بديهيات ومسلمات، بس في الاخر العلم ما بيعترفش غير بالتجربه وبالدليل العلمي، اللي هو زي ما احنا عارفين الهرم اللي دايما بنفكر نفسنا بيه
اللي هو الهيراركي اوف ساينتفك ايفيدنس اللي بيبدا في الاول خالص من تحت بالكيس ريبورتس والاوبينيون والاوبينيون بيبرز والليترز. وخلوا بالكم يا جماعه ان الكيس ريبورتس دي تشمل التجارب الشخصيه، ان واحد مثلا يقول لك انا والله في اعرف حاله مثلا اتاخرت لحد 7 سنين وبعدين اتكلمت، دي اسمها كيس ريبورت. وعلميا ده يعني حاجه ايه ضعيفه جدا، لان ممكن تبقى حاجه صدفه او ممكن يبقى مبالغه من الشخص، لان اكشوالي ما فيش حد غالبا بيتكلم بعد 7 سنين مثلا يعني. فدي بنسميها كيس ريبورت، ان انا شفت حاله وحصل لها كذا. بعد كده بنتدرج في الاستاديز من اول الايه الانيمال ترايلز كروس سكشنال الكيس كنترول لحد ما بنوصل للراندومايزد كنترول ترايلز والميتا اناليسيس، اللي هي بقى عباره عن اعاده لتحليل دراسات كتيره زي الايه الدراسات دي، ودي بتعتبر اقوى ايفنتس موجود. وعايز اقول لكم في الاخر ان احنا معظم الدراسات اللي هندرسها فيها مشكله، انا عايزكم انتوا تقولوها في الاخر بايه المحاضره، ان ايه المشكله اللي هي بتواجه الدراسات في هذا المجال وبتخلي الدراسات دهيت ما تبقاش على المستوى المطلوب من القوة عشان إثبات حاجة معينة أو إثبات حقيقة معينة فيما يتعلق بالشاشات الإلكترونية. الحقيقة طبعاً إحقاقاً للحق يعني الموضوع المحاضرة دهيت جالي من خلال سيمبوزيوم كان موجود في الـ annual meeting بتاع American Academy of Child Psychiatry الأخير ده سنة 2019 كان في شيكاغو، وكان السيمبوزيوم له نفس العنوان اللي أنا اخترته للمحاضرة دي اللي هو Children and Screens. والحقيقة كان في ناس من يعني فتح الموضوع ده هو في أمريكا، من ضمنهم جين توينجي اللي هي تاني واحدة من تحت دي، هنتكلم عن الستادز بتاعتها كتير، وعمل استادز على لارج داتا سيتس زي ما انتم شايفين كده. وكان كل واحد في السيمبوزيوم كان بيتكلم على الموضوع من اتجاه معين، ودي البوينتس اللي احنا حاولنا برضو نعملها النهارده. يعني حد كان بيتكلم على ADHD، وحد كان بيتكلم على الاوتيزم، وحد كان بيتكلم على المود الى اخره. واكتشفت انا في السيمبوزيوم ده ان في مؤسسه اسمها Children and Screens ولها ويب سايت، ويعني المؤسسه دي كلها قائمه على تنظيم علاقة الأطفال بالشاشات الإلكترونية عشان ما يضرش الـ developing brain بتاعهم اللي هو العقل اللي في حالة نمو مع الـ digital media. وكلنا ممكن نخش على الويب سايت بتاع المؤسسة دهية. A growing proportion of children and adolescents' leisure time is spent with screens including smartphones, tablets, gaming consoles. Gaming consoles اللي هي يا جماعة البلاي ستيشن وال واللي هي ما شابهها يعني اللي هي الفيديو جيمز بشكل عام والتلفزيونز. انتوا سامعيني كده يا جماعه ولا انا حاسس ان انا بتكلم؟ حد يديني اي فيدباك عشان اطمن ان انا حد محمد تمام. طيب هو الواحد بس مش متعود يتكلم وقاعد لوحده في الاوضه كده. طيب دي بعض الإحصائيات السريعة في الأول، إن هو يعني على ناشونال ليفل زي ما بيقولوا إن في على الأقل 3 ساعات تلفزيون وساعتين لأربع ساعات تانيين في أمريكا، يعني توتال من 5 لـ7 ساعات في المتوسط الطفل بيقضيهم قدام الشاشات الإلكترونية. الأطفال الصغيرين خالص اللي هم من أول 8 شهور زي ما احنا شايفين تحت على الشمال بيتعرضوا لحاجه بنسميها الباك جراوند تي في ديلي، والباك جراوند تي في دي حاجه برضو مضره جدا ومنتشره جدا، وخصوصا عندنا في الارياف. الناس بتتفرج يعني بتفتح التلفزيون مش شرط يكونوا بيتفرجوا عليه، هو شغال وخلاص طول الوقت، واحنا مثلا الناس بتتكلم والتلفزيون شغال، فده بيسموه الباك جراوند تلفزيون. وده برضو عليه دراسات بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي هم يمكن ما هماش مدركين اصلا ان هم بيتفرجوا على حاجه، بس هم بيتعرضوا للتلفزيون شغال وهم موجودين في الاوضه. يعني children between 3 and 5 years of age spend approximately 2 hours per day in front of screens، وممكن في مصر هنا يبقى اكتر من كده، وان ذا يو اس ما بين 2 لـ4 سنين who have used a mobile device for media activity increased from 39% ل 80% من الأطفال اللي عندهم تحت 4 سنين استخدموا موبايلات في الفترة ده. هي توظن حتى الإحصائيات قديمة شوية حد 2013، وده بيأثر طبعا على الفيزيكال اكتيفيتي، ان هم حاطين جايد لاينز ان الطفل المفروض يبقى عنده 60 دقيقة اكتيفيتي في اليوم، بس 9% بس من الأطفال في كندا
هم اللي عندهم ايه، هم اللي بيميت الكرايتيريوم ده هو، وبيعملوا فعلا فيزيكال اكتيفيتي. دي اول ايه دراسه كانت ايه لقيناها في الموضوع ده هو. دي دراسه كبيره جدا انترناشونال برسبكتيف، معموله في 8 دول كولكتد بتوين 1997 لحد 2009. 11400 طفل، منهم 49% تقريبا اولاد، ومتوسط العمر 11.7 سنه. العينه دهيت لقوا ان تلتين الاطفال اكسيدد 2 اورز بير داي، اللي هي الانترناشونال جايد لاينز، اللي هي ايه اللي هم حاطينها، ان الطفل ما يقعدش قدام الشاشات الالكترونيه بشكل عام اكتر من ساعتين. تلتين الايه المجموعه كانوا معديين الساعتين. overweight children more likely to exceed that threshold than non-overweight بأودز ريشيو حوالي 1.52. عايزين نبقى يا جماعه يعني نبقى زي ما قلنا، انا كان نفسي اساسا نعمل زي سلسله محاضرات بتتكلم على الميثودولوجي والكريتيكال ابريجل بتاع الايه البيبرز، ان انا ازاي اقرا بيبر وافهم هي طالعه بالايفيدنس بتاعها ده ازاي، واقدر انقد هذا الايه الايفيدنس. فعايزين نبقى فاميليار مع المصطلحات العلميه المتعلقه بال الستادز، زي مساله الاودز ريشيو، ان انا يعني ده بيزود الاحتماليه ان هم يبقوا، يعني كون ان الطفل اوفر ويت بيزود احتماليه ان هو معدي الثريشولد بتاعه ساعتين بنسبه 1.58. يعني هو لو هو مش اوبيز في احتماليه 1، يبقى هو لو اوبيز هيبقى احتماليتها حوالي 1.6 ان هو يبقى معدي الساعتين. ده معنى كلمه اودز ريشيو اللي هي الاو ار اللي احنا هنشوفها كتير في البيبرز دهيت. الجيرلز فيرسس بويز، الاو ار طالما الاو ار اقل من 1 يبقى الاحتماليه اقل، ماشي، يبقى احتماليه البنات اقل من الايه من الولاد. لو الولاد احتماليتهم 1 يبقى البنات احتماليهم 65 من ايه من 100. and participants with more educated mothers، الاولاد اللي هم اهليهم او امهاتهم متعلمين اكتر، ده بيقلل برضو الاحتماليه طالما اقل من 1 تبقى 53%، were less likely to exceed threshold بتاعتهم. دي دراسة تانية معمولة على 500 infant 18 months of age interviewed in Australia. A large percentage of children حوالي 40% had screen times more than 2 hours daily. ودي حاجة غريبة جدا ان الاطفال اللي بقى عندهم سنة ونص بس بيتسابوا قدام الايه الشاشات الالكترونية اكتر من ساعتين بنسبة 40% من الايه من العينة دي. حاجة كبيرة خالص. دي دراسة ثالثة اتعملت على 7450 طفل in the early childhood في بوسطن في أمريكا. watched on average 2.3 hours per day standard deviation 1.9 of media at age 2 years. زي ما بنقول برضو دي دراسات بتبين لنا عمق المشكلة حتى في الشرائح السنية الصغيرة خالص اللي هي 18 شهر وسنتين والحاجات دي كلها. association between screen time and lower psychological well-being. دي دراسه كبيره بتاعت وينجي اللي قلنا عليها في الاول اللي هي كانت بتعرضها في المؤتمر. دي مجمعه داتابيز لاكثر من 40,000 طفل 40,000 طفل ما بين سنتين ل 17 سنه على مستوى امريكا كلها. random sample يعني عينه عشوائيه من كل الولايات. سنه 2016 included comprehensive measures of screen time including cell phones computers electronic devices الى اخره، وعاملين عليهم شويه ايه سايكولوجيكال والبينج ميجرز، ونقدر هنرجع لها كل شويه. في حد بيقول حاجه؟ الو من فضلكم بس نقفل المايكات والفيديو ممكن؟ حد بس فاتح المايك بتاعه؟ اوكي اتفضل. الدراسه ده هي قيمتها في ان هي العدد كبير جدا زي ما احنا شايفين، احنا يعني ايه قلما ما بنلاقي دراسه معموله على 40,000 طفل. يعني دي كانت ان هو حسب السن، ان من اول سنتين لحد 17 سنه الاطفال بيتعرضوا او بيستخدموا الاجهزه الالكترونيه بشكل عامل ازاي. زي ما احنا شايفين الخطين المتقاطعين دول يا جماعه التلفزيون. في حد فاتح المايك وعنده اطفال بيعيطوا كده مش عارف. فبقول لحضراتكم الايه الخط المقطع هو بتاع التلفزيون، والخط الرمادي اللي هم الخطين اللي تحت اللي متقاطعين مع بعض. معلش انا مش عارف اشاور عشان مش عارف اشاور ازاي يعني، بس لو بالماوس كده تشوفوا اللي انا بشاور بيه.
أيوة دكتور محمد شاور بالماوس لو سمحت. طيب الخطين المتقاطعين دول حضرتك، الخط المقطع ده اللي هو ده، هو ده بتاع التلفزيون، الخط الثاني ده بتاع الالكترونيك ديفايس. احنا ملاحظين ايه هنا؟ ان من قبل 10 سنين الايه الاطفال بيشوفوا التلفزيون اكتر وبيقعدوا على الموبايلات والتابات بشكل اقل. عند سن 11 سنه الخطين بيتقاطعوا، بحيث ان هو الولد من اول سن المراهقه خلاص ساب التلفزيون خالص وشغال في الايه الايه، الساعات بتزيد في الوقت اللي هو بيقضيه على الالكترونيك ديفايس. ويعني نلاحظ هنا ان هو التوتال بقى اللي هما الاثنين مع بعض واصلين لحد 5 ساعات في الاخر. هي عندنا في مصر لو عملنا حاجه زي كده هنلاقي اكتر من كده بكتير. طيب حابين نتكلم على ايه اثر السكرين تايم على الديفلوبمنت بتاع البرين، وخصوصا في مساله الاوتيزم، لان طبعا كلنا عارفين دي اعتقاد سائد في المجتمع، لدرجة ان في سوشيال ميديا كتير كانت يعني عملت شبه ثورة على بعض قنوات الاطفال، وخصوصا قناة طيور الجنة تجيب اغاني وحاجات زي كده على اعتبار ان هي اللي بتسبب التوحد. طبعا ده كلام فيه يعني تبسيط مخل، لان حاجة زي التوحد لها اسباب كتيرة جدا، واذا كومبلكس فينومينا يعني، وجاي فيها نواحي الجينيتك ونواحي انفيرومنتال تانية كتير، ومفيش ايفيدنس بيقول ان هو التلفزيون هو اللي بيسبب، والا كان كل الاطفال اللي قاعدوا قدام التلفزيون جالهم توحد، وكل الاطفال اللي ما شافوش تلفزيون مثلا ما جالهمش توحد، which is not the case. يعني مش الايه الوضع ما هوش كده، ولكن احنا عايزين نشوف هل لها دور ولا ما لهاش دور، بعيدا عن المبالغات بتاعه الناس اللي عايزين يعملوا displacement ويلاقوا حد مسؤول عن الايه عن الوضع اللي اولادهم فيه بالنسبه للاوتيزم سبيكتروم. فهنشوف الايفيدنس بيقول ايه. ASD is a psychopathological condition زي ما قلنا resulting from the effects of diverse biological factors and or psychological factors including genetic factors, environmental factors الى اخره. الجين باي انفايرمنت انتراكشن اللي دايما بنتكلم عليه موجود في كل الديس اوردرز. الانفايرمنتال فاكتورز بتلعب دور حوالي 40 او 50%، could be post or prenatal زي الهرمونال اكسبوجر تو ذا ديفلوبينج فيتس الى اخره. There are several theoretical explanations of the bidirectional association between screen use and ASD. وخلوا بالكم يا جماعة من كلمة bidirectional. يعني إيه bidirectional؟ هو الassociation لا يعني السببية، يعني التواكب لا يعني السببية. لما حاجتين يحصلوا مع بعض إحنا ما بنبقاش عارفين هو مين فيهم اللي جاب التاني. يعني بمعنى أصح ممكن الأطفال يكون بيجيلهم توحد عشان بيقعدوا قدام التلفزيون كتير، وممكن يكونوا هم بيقعدوا قدام التلفزيون كتير عشان هم عندهم توحد. يعني إيه اللي هي فكرة البيضة ولا الفرخة يا واحتمال يكون الاثنين مع بعض. يعني احتمال يكون الموضوع vicious circle، إن هم بيميلوا أكثر إلى الأجهزة الإلكترونية عشان هم أساساً عندهم الكوميونيكيشن الطبيعي مع البشر بيبقى قليل شوية كجزء من مشكلة التوحد اللي عندهم، فبيميلوا إلى الشاشات الإلكترونية أكتر، ولما يقعدوا قدام الشاشات الإلكترونية أكتر التوحد يزيد عندهم، فتبقى الإيه المشكلة باي دايركشنال يعني في الاتجاهين. The theory of displacement suggests that television deleterious effects operate by displacing developmentally appropriate learning opportunities. يعني في نظرية بتقولك إن إحنا عندنا في كريتيكال بيريود اللي هي بتاعه الطفوله سن البري سكولرز، دي الكريتيكال بيريود بتاع تعلم اللغه وتعلم السوشيال انتراكشن. لو انا دلوقتي الطفل محتاج في المرحله ده هي قدر معين من الانتراكشن التفاعل الشخصي بينه وبين الاخرين، لو انا ما اديتوش هذا القدر من التفاعل واديته في المقابل وقت طويل قدام التلفزيون او الموبايل او التابلت، الاستيمولاي ده هي بتزيح الاستيمولاي المطلوبه اللي هي السوشيال انتراكشن وبتحل محلها، وبالتالي تزيد مشكله التوحد عند هذا الطفل. The social withdrawal hypothesis proposes that increased time screen may limit social interaction with the friends and the families. هما نفس المعنى تقريبا. وده الموديل اللي احنا بنقول عليه اللي هو كان suggested برضه في بعض الدراسات. ان هو بيقترحهم او النظريه بتاعتهم بتقول ان السكرين بيزد اوديو فيجوال انبوت ديورينج انفانسي مايت كول ذا سبيشاليزيشن اوف برين باسويز في سيركتس معينه في البرين هتتخصص في هذه الاوديو اند فيجوال ستيمولاي بدل ما تتخصص في السوشيال انتراكشن.
The specialized audiovisual processing was with compete with a preference for social processing, negatively affecting the development of social functions and higher cognitive pathways. خلوا بالكم يا جماعة إن دور الطفل مع الشاشة الإلكترونية دور متلقي أساسا. ممكن لو خلايا المخ اللي هي المسؤولة عن التفاعل الاجتماعي مكسلة شوية إنها تشتغل، فده هيزود الكسل بتاعها إن هي بتاخد إنبوت على الجهاز طول الوقت من غير ما تبذل هي أي مجهود في رد فعل. بس سيستماتيك ليتريتشر ريفيو بقى غير النظريات بقى احنا عايزين نجرب نشوف الوضع في ايه بالظبط. دي دراسه اتعملت سنه 2019 و the vast majority of the above mentioned studies معلش دي مش study ده سيستماتيك ريفيو يعني مراجعه للدراسات اللي اتعملت خلال الفتره الاخيره كلها. لقوا ان 14 من 16 study لقوا ان and adolescents with autism were exposed to more screen time than the other children. يعني من 16 في 14 دراسة قالوا إن الأطفال اللي عندهم توحد هو تقريبا يشاركوا النهاردة دكتور نقفل المايك بس يا دكاترة نتكلم باعتبار ان الموضوع خاص بيهم يعني فهو من حقهم يسمعوا بقى مش كده ولا ايه؟ بس هم اكيد بيشوفوا المحاضرة دي من خلال سكرين برضو فعشان ما نخالفش الكلام اللي احنا بنقوله نخليهم ما يتفرجوش معانا عشان الشاشة ما تضرهمش. فبنقول ان هو من 16 استادي اتعاملوا على الموضوع في 14 استادي قالوا ان في علاقه ما بين يعني ان الطفل يبقى عنده اوتيزم وان هو يكون شاف الشاشات الالكترونيه اكثر من الاطفال اللي ما عندهمش اوتيزم. Only one study directly addressed early screen exposure before the age of 3 years and identified earlier and more excessive screen time in children with ASD compared with those without ASD. في دراسه واحده بس يعني اشتغلت اساسا على الايرلي سكرين اكسبوجر بيفور ذا ايج اوف 3 ييرز يعني من قبل ما تظهر عليهم اعراض التوحد وياخدوا الدايجنوزس اند ايدنتيفايد ايرليير اند مور اكسسيف سكرين تايم ان تشيلدرن وذ اس دي كومبيرد وذ ذوز وذاوت اي اس دي. طبعا في عندنا هنا يعني دراسه واحده طبعا مش كفايه عشان نحكم يعني ما نقدرش نقول ان دي حقيقه علميه برضه وفي عندنا مشكله كبيره جدا اللي احنا كنا بنلمح ليها اول الايه الموضوع في الايفيدنس نفسه اللي احنا عمالين نقوله ده حد خد باله منها يا جماعه ولا اللي خد باله من الديفكت ده هو يكتب لنا على الشات وفي الاخر هنرجع للهيراركي بتاعنا او الهرم بتاعنا ونقعد ايه نشوف كده هو ايه المشكله في كل الدراسات ده هي اللي تخليها دراسات ما هياش قويه قوي وصعب ان احنا يعني نثبت من خلالها السببيه. طيب screen time and ADHD as early as سنة 2000 television viewing time was positively associated with social problems delinquent behavior اللي هو السلوك الجانح او الايه في تمرد او كده والaggressive behavior والexternalizing problems older age male gender and the less social competence were found to increase the risk of watching television for more than 2 hours. وطبعا احنا عارفين ان older age و male gender و less social competence دي اساسا risk factors بتاعت conduct disorder و الـ oppositional defined disorder بشكل طبيعي. A general population peers cohort of 1037 participants منهم 502 female born in New Zealand was followed for 10 years. دي بقى الدراسات اللي نفسنا نعمل زيها في مصر ان احنا ناخد عدد كبير كده ونتابعهم فترات طويلة من اول ما كان عندهم 5 سنين لحد ما بقى عندهم 15 سنة. The mean of hours of television viewing during childhood was associated with symptoms of attention problems in adolescence. ان هو المتوسط مشاهدة التلفزيون كان له علاقة او يعني correlated او associated مع symptoms of attention problems in adolescents. ان هما لما بقوا مراهقين الاطفال اللي كانوا بيشوفوا التلفزيون اكثر بقى التركيز بتاعهم اقل. Meta analysis 45 empirical study investigating the relationship between media use and ADHD related behaviors indicated a small significant relationship between media use and ADHD related behaviors ودي منشورة سنة 2014.
البريسكولرز في هنا الداتا من Canadian Healthy Infant Longitudinal Development Study، زي ما انتم شايفين كده ايه الاجانب لهم يعني غية كده ان هم يسموا كل study باسم ويختصروا الاسم ده، هو الاسم الطويل ده في حروف، والحروف يبقى لها معنى في الاخر، يعني Canadian Healthy Infant Longitudinal Development تبقى في الاخر لو جمعنا الحروف C وال H وال I وال L وال D تبقى Child Study، يبقى بسموها Child Study. Screen time was available for over 95% of children with Child Behavior Checklist data اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده. Mean screen time was 1.4 hours per day at 5 years and 1.5 at 3 years. دي طبعا زي ما ايه بنقول سن صغير. Compared to children with less than 30 minutes per day, those watching more than 2 hours per day had a 2.2 point increase in externalizing T score. دي نفسها الاودز ريشيو اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، يعني الاولاد اللي بيتفرجوا على اكتر من ساعتين لو قارناهم بالاطفال اللي بيتفرجوا اقل من نص ساعه هنلاقي ان في زياده بنسبه 2.2 ضعف للمشاكل الاكسترنالايزنج اللي هي الهايبر اكتيفيتي والاجريشن والحاجات دي كلها. And were 5.9 times more likely to report clinically significant inattention problem. يعني احتمالية ان هم يبقى عندهم inattention problems اكتر كمان 5.9 ضعف. Children with more than 2 hours of screen time per day had a 7.7-fold increased risk of meeting criteria for ADHD. طيب المود، هل هو بيجيب depression اللي قاعد على التليفون كتير والموبايل والتابلت؟ After 1 hour day of use, more hours of daily screen time were associated with lower psychological well-being. دي الستادي بتاعة وينجي اللي هي بتاعة ال 40,000 طفل. أثبتوا من خلالها إن إحنا الأطفال اللي بعد ساعة واحدة بس، يعني أقل من ساعة ملهاش تأثير، بعد ساعة واحدة بس أو أكتر بداية من ساعتين بنبدأ إن بيبقى فيه lower psychological well-being, less curiosity اللي هو الحب الاستطلاع والفضول, lower self-control, more distractibility, more difficulty making friends, less emotional stability, being more difficult to care for, and inability to finish tasks. كل دي حاجات أثبتوا إن هي بتزيد مع الايه زيادة السكرين تايم، ودي دراسة منشورة سنة 2018. دي نفس الدراسة ما بين السن ال 14 ل 17 سنة اللي هم بقى المراهقين الكبار شوية. High users of screens أكثر من 7 hours per day versus lower users of 1 hour per day. لما نقارن المجموعتين دول ببعض were more than twice as likely to ever have been diagnosed with depression. الريلاتيف ريسك هنا حوالي 2.3 وده مقياس تاني للفرق ما بين زي الاودز ريشيو كده. ولو تيسر لنا موضوع المحاضره بتاعت الميثودولوجي دي هنبقى نشرح الفرق ما بين الاثنين. ever diagnosed with anxiety الريسك بتاعهم 2.3 تقريبا. treated by a mental health professional يعني احتمالية ان هم احتاجوا يروحوا لسايكاتريست او سايكولوجيست او كده دي 2.2 or have taken medication for psychological or behavioral issues 2.9 in the last 12 months. Association were larger among adolescents than younger children. ده الكيرفات اللي هم عاملينها. Percentage who do not stay calm when challenged by age and level of screen with controls على 40,337 طفل. الأطفال العلاقة ما بين مشاهدتهم للسكرينز وما بين إن هم بيقعدوا ساكتين في الفصل مثلا لما ينطلب منهم ذلك ولا لأ، وزي ما احنا شايفين الكيرف طالع كل ما الإيه كل أما الشاشة العدد من الساعات اللي هو بيقعدوا قدام الشاشات بيزيد كل ما قدرته على الإيه الأعاد في الفصل بتقل. دي علاقة ما بين برضو عدد الساعات اللي بنقضيها وما بين الارجيومنت اللي هو الجدل وتحدي الأوامر بتاعة الكير جيفرز، وزي ما احنا شايفين برضو بتزيد مع الساعات من أول إيه خلوا بالكم إن هو أول نون وبعدين less than one hour وبعدين one hour كل ده إيه مفيش تأثير، وبعد كده بنبدأ نزيد على طول من أول إيه الساعتين لحد السبع ساعات يطلع عندنا لحد فوق خالص. دي بقى نسبة الدياجنوزز بتاع الانكزايتي اور ديبريشن.
برضو تقريبا نفس النمط ومتقسمة بالسنين. هنلاقي ان في كل الشرائح السنية تقريبا نفس الفينومينا موجودة بشكل بتتفاوت من شريحة لشريحة، ولكن موجودة فيها كلها، وبتكون اكتر ما تكون في المراهقين اللي هم الكبار شوي. Percentage receiving mental health treatment and percentage taking medication for psychological issues نفس القضية، اللي هو نسبة الناس اللي بيروحوا يتعالجوا أو بياخدوا أدوية عشان المشاكل النفسية. Increase in depressive symptoms, suicide-related outcomes and suicide rates among US adolescents after 2010. ودي دراسة تانية ظريفة جدا، ان هم عملوا دراسة على مستويات الأعراض الاكتئابية والسلوكيات الانتحارية عند المراهقين على مدار عقد من الزمان حوالي 10 سنين. Analysis of two nationally representative surveys 506,000 حالة. خلوا بالكم ان دي طبعا ما بتبقاش دراسة واحدة، ده بتبقى داتا بيزنس كبيرة وهم بياخدوها يعملوها ري أناليسيس. من سنة تامنة، عندهم مفيش إعدادي وثانوي، السنة تامنة دي اللي هي تانية إعدادي، لحد سنة 12 اللي هي هتبقى أظن تانية ثانوي. يعني احنا عندنا الابتدائي 6 سنين وبعدين بنبدأ الإعدادي، فالسنة أولى إعدادي اسمها سنة جريد 7 وبعدين تانية إعدادي جريد 8، تبقى تالتة إعدادي 9، تبقى أولى ثانوي 10، تبقى 12 دي ليها ثانوية عامة اللي هم 18 سنة. And the national statistics on suicide deaths for ages 13 to 18. فقارنوا ما بين الحاجتين لقوا ان في شارب انكريس من اول سنة 2011 و2012. قعدوا يدوروا ايه اللي حصل سنة 2011 و2012. 2011 تحديدا ان هو حصل زيادة كبيرة جدا في اعداد الموبايلات الشخصية التاتش سكرين، اللي هو السنة اللي حصل فيها ان كل فرد من افراد الاسرة تقريبا بقى معاه موبايل تاتش. فلقوا ان هو ده السبب المرجح لزيادة الاعراض الاكتئابية والاعراض الانتحارية عند الاطفال والمراهقين. ودي دراسة برضو معمولة ما بين العلاقة ما بين السوسايد ريسك فاكتورز وما بين الاورز اللي موجوده، بنلاقي ان السوسايد ريسك فاكتورز والسوسايدال بيهيفيرز بتزيد جدا من اول 4 ساعات استخدام للشاشات الالكترونيه، زي ما احنا شايفين في الحته دهيت كده في زياده جامده، وهي زياده جايه من الاول اصلا، جايه من قبل كده كمان. Differential association between passive and active forms of screen use and mood and anxiety disorder. The recent study aimed to differentiate between active screen time, which refers to cognitively, socially, or physically engaging. دي دراسة إلى حد ما يعني بتحاول توجد يعني compromise شوية، بتحاول تعمل تلطف الجو شوية ما بين السايكاتري وما بين السكرينز، فبدأ تقول لي يعني مش كل السكرين وحشة، يعني بدأ يبقى في active screen time, which refers to cognitively, socially, or physically engaging in screen-based activities that may be reciprocal in nature, زي الفيديو جيمينج والتشاتينج والworking on a computer, and passive screen time, which refers to passively receiving screen-based information such as watching TV, videos, or movies. يعني بيفرقوا ما بين الوقت اللي هيقضيه الولد أو البنت وهو بيعمل حاجات interactive والحاجات اللي هو بيعملها وهو passive، يعني بيتلقى بس. ودي برضو معمولة على عدد كبير من الأطفال، ولقوا إن هو 4 or more hours of passive screen time per day compared to those reporting with less than 2 hours were 3 times more likely to meet the DSM criteria for major depressive episode and social phobia and generalized anxiety disorder. يعني بمعنى أصح بدأوا يتهموا الباسيف سكرين تايم أكثر من الأكتيف سكرين تايم. In contrast, association between active screen time use and depression and anxiety were smaller in magnitude and failed to reach statistical significance. This study 2020 in the interactive and active screen time يعني أقل في الارتباط بالdepression والanxiety، وإن هو ما وصلش السignificance معهم في الstatistics يعني. آخر حاجة نقولها screen time and sleep does it disrupt circadian rhythm for sure، أكيد disrupt طبعا، وخصوصا مع استخدامه فترة الليل. Digital devices such as smartphones, tablets are backlit with LED. خلوا بالكم يا جماعة كلمة LED دي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية كتير جدا واحنا مش عارفين هي ايه، يعني يقول لك اللمبة LED اللي هي اللمبة الموفرة،
طب ايه الليد؟ الليد دي اصلا اختصار برضو زي ما الايه زي ما قلنا الاجانب مغرمين بالاختصارات ان هو لايت ايميتنج دايود. ده كلمه الاي ال اي دي اللي هي لايت ايميتنج دايود، دي تكنيك معينه في الاضاءه او الاناره، ودي عملت ثوره في مجال الايه الالكترونيات والكهرباء بشكل عام، لان هي بتدي اضاءه جامده من غير استهلاك جامد للكهرباء. ولكن فيها مشكله ان هي بتطلع حاجه اسمها البرايت بلو لايت على السبيكترم، على الطيف بتاع الضوء بتطلع ايه ضوء ازرق، والشورت ويف لينس اللي هو الايه التردد بتاعه او الموجه الالكترونيه او الكهرومغناطيسيه بتاعته بتبقى قصيره. وخلوا بالكم ان جميع الشاشات الالكترونيه بما فيها الشاشات اللي انتم بتشوفوني منها دلوقتي، اذا كانت تابلتات او موبايلات او لابتوبات، كلها شغاله بتقنيه الليد، مش بس النمط الموفره، كل الشاشات الالكترونيه بتشتغل بنفس التكنيك. Recent investigations report an association between evening use of LED screens and reduced melatonin secretion in healthy adults and adolescents and decreased sleep efficiency in children and adults. يبقى إذن المفروض إن إحنا بوقت الليل أما نكون بنستعد للنوم المفروض نطفي الشاشات الإلكترونية ونطفي النار النيون، لأن معظمها كل دلوقتي برضو شغالة بالليل. وما نقعد في إيه بالليل عشان نبقى أقرب للفطرة والطبيعة؟ الأباجورة، النور الأصفر الصغير السهاري ده، هو ممكن نقعد نقرأ عليه كتاب أو نسمع مزيكا أو نسمع قرآن أو أيا كان، عشان نقدر إن الميلاتونين بتاع دماغنا يشتغل ونبدأ إن إحنا نخش في النوم، وخصوصا أولادنا. طبعا كان الكلام ده مفيد لنا فهو أكثر إفادة لأولادنا. زي ما إحنا شايفين كده الطيف الأزرق اللي هو على اليمين ده، هو الإفكت بتاعه على الميلاتونين بيبقى أكتر شوية، الميلاتونين إنهيبيشن. خلوا بالكم إن الكيرف ده هو بيقيس الميلاتونين إنهيبيشن، يعني الطيف الأزرق هو اللي بينهبت الميلاتونين، والميلاتونين ده زي ما احنا عارفين مهم جدا عشان السيركاديان ريزم وعشان الصيانة بتاعت الجهاز العصبي. إن المخ بيعمل لنفسه كده إيه إعادة برمجة في الليل عشان خاطر يبدأ يستعد اليوم جديد إن شاء الله. زي ما احنا شايفين دي السيركاديان ريزم او السيركاديان كلوك بتاعتنا كلنا، والميلاتونين هنا بيبدا عند تقريبا 9 مساء وبيقف تقريبا عند الايه عند 6 7 صباحا، ماشي؟ ميلاتونين ريليز ستوبس هنا، ماشي؟ فلو احنا ضيعنا الفتره دي من غير نوم، الصحة العقلية بتاعتنا والجهاز العصبي بتاعنا بيتدهور مع الوقت، لأن احنا مش مدين لنفسنا فرصة للريستوراتيف سليب زي ما احنا بنقول. طبعا المشكلتين بتوع الأجهزة الإلكترونية والديسربشن بتاع السيركاديان ريزم متلازمين جدا في كلام حتى الأسر والناس. دايما يقولك ايه طفل أول ما قعدنا في البيت ومفيش مدرسة، الولد بينام لبعض الظهر أو لحد العصر وما بيسيبش الموبايل من ايده 24 ساعه. دول الكلمتين المشهورين قوي بتوع الاهالي والاسر. وزي ما احنا شايفين العلاقه ما بين البينيال جلاند اللي هي بتطلع الميلاتونين والديسربشن اوف سليب والسمارت فون ات نايت بالذات، لذلك دي عاده سيئه تقريبا معظمنا بيمارسها ان هو يقعد يقلب في الموبايل قبل ما ينام والكلام ده كله. Screen time and sleep among school aged children and adolescents، ده برضه سيستماتيك ريفيو مراجعة ل 67 study published من سنة 1999 لحد 2014. Adversely associated screen time was adversely associated with sleep outcomes, primarily shortened duration and delayed timing in 90% of studies. Another review of 20 studies involving 125,000 طفل تقريبا، منهم نصهم ميل تقريبا، reported a strong and consistent association between bedtime media device use and inadequate sleep quantity. بأودز ريشيو حوالي 2.2، بور سليب كواليتي أودز ريشيو حوالي 1.5، and excessive daytime sleepiness اللي هو الأودز ريشيو ب 2.7 تقريبا. ده ميتا أناليسيس تاني. Additionally, children who had access to دي دراسة ظريفة جدا بقى. ميتا أناليسيس بيقيس إن الأطفال اللي كانوا، هل الأطفال اللي كانوا بيقعدوا بالفعل على الموبايلات اللي أهلهم قالوا إن هم بيقعدوا على الموبايلات بالليل هم اللي عندهم مشكلة في النوم، ولا الاطفال اللي كان عندهم الموبايل في اوضتهم وهم نايمين، يعني كانوا هاد اكسس ان هم كان ممكن يمسكوا الموبايل من وراء اهاليهم،
فلقوا ان الاطفال اللي كان عندهم اكسس للموبايل but didn't use، يعني اهاليهم قالوا ان هم ما استخدموش الموبايل في الوقت ده at night were more likely to have inadequate sleep quantity وسليب كواليتي اند دي تايم سليبنس. ده معناه ايه؟ طبعا معناه ان هم كانوا بيستخدموا الموبايلات من وراء اهاليهم، ده شيء واضح يعني. فدي حاجه ايه ظريفه جدا نقولها للاهالي، ان ما تسيبوش الموبايل في الاوضه وهم نايمين عشان بيصحوا يفتحوا الفيس ثاني. طيب سليب ميديتد اسوسيشن بتوين ادريسنت سكرين تايم اند ديبريسيف سيمبتومز داتا كام فروم 2865 متوسط العمر 15 سنه. Sleep variables fully mediated the between screen time and depression. دي حاجة ظريفة جدا. بيقولوا ال sleep disruption ممكن يكون هو الحلقة المفقودة ما بين screen time. أنا حاسس إن أنا سامع صوتي تاني. المايك فصوتي بيرجع لي تاني. فبنقول إن هو ممكن يكون ال disruption هو الحلقة الوسطى ما بين ال بين الدبريشن. ودي نقطة خطيرة جدا، ان هو دي بتوضح لنا اهمية الايه السليب في تجنب الاعراض الاكتئابية والانتحارية عند الاطفال. زي ما احنا شايفين كده، دي يعني موديل احصائي، ما هوش كلام يعني كده رأي شخصي ولا حاجة، ده موديلات احصائية بتفسر العلاقة ما بين الايه السكرين تايم والسليب ديوريشن والسليب افيشنسي والدبريشن، سواء السوشيال مسجنج زي ما احنا شايفين كده او الويب سيرفنج او الايه التي في واتشنج، كل واحده بالارقام بتاثر قد ايه، والجيمنج كل واحده بالارقام بتاثر قد ايه في نوم الاطفال وفي الاكتئاب اللي بيحصل له. اخر حاجه هنشوف، هل احنا في مصر عملنا اي ستاديز عشان الموضوع ده؟ هو طبعا ايه زمايلنا في الصعيد ما شاء الله دايما يعني سباقين، وفي دي دراسة عملت في بني سويف systematic random sample of 240 elementary school student in بني سويف city، مقسمينهم أقل من سنة من ساعتين، ساعتين لحد ست ساعات، ست ساعات لحد 10 ساعات، 10 ساعات or more. ودي النسب بتاعتنا، وزي ما احنا شايفين النسبة الأكثر كانت في الفئة اللي ما بين ست ساعات و10 ساعات للأسف يعني. وفي اللي هو الـ frequency of time you spend in using digital technology، هل هو continuous ولا intermittent؟ معظمهم كان intermittent. والـ relation ما بين الـ psychosocial health profile بتاعهم والـ screen time، طبعا كل الفئات ما شاء الله يعني ايه booming، كلها highly significant ما بين الـ ايه الـ screen time وكل الـ symptoms اللي ممكن تحصل، حتى الـ digestive symptoms، الـ musculoskeletal، الـ ophthalmological system، يعني كل الأضرار الممكنة موجودة. والـ body mass index طبعا بيتخانوا لما بيقعدوا على الـ على الـ screens كتير. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ الـ guidelines infants less، ده بقى اللي هو recommendation اللي هي الـ WHO، infants less than 2 years sedentary screen time such as watching TV or videos playing computer is not recommended خالص. أقل من سنتين ما يقعدش يتفرج ولا يلعب على كمبيوتر ولا أي حاجة خالص. For those aged 2 to 4 years sedentary screen time should be no more than 1 hour less is better. لحد سن 4 سنين ما نزودش عن ساعة، والأقل كل ما كان أقل كل ما كان أكتر. دي recommendations updated بتاعة American Academy of Child Psychiatry على السكرين تايم اند تشيلدرن، لسه نازله في شهر 2 2020، يعني من شهرين بس جات لي في الميل زي ما انتم شايفين كده، فدخلت عليها وانا ايه كنت بحضر الموضوع فقلت يعني فرصه. لحد 18 بيقولوا ايه بقى الاي كاب، لحد 18 شهر اوف ايج ديمت سكرين يوز تو فيديو تشاتنج الونج ويز ان ادلت، يعني مسموح بيه بس ان هو يكلم مثلا بابا لو مسافر على السكايب ولا حاجه. بتوين 18 ل 24 مانث سكرين شود بي ليميتد تو واتشنج ايديوكيشنال بروجرامينج، من اول سنتين لحد خمس سنين ليميت تو 1 اور بير ويك داي اند 3 اورز اون ذا ويك اند دايز. وده دي حاجه ظريفه بنعملها دايما مع الاولاد، ان الويك اند لازم يبقى مختلف، يعني يحسوا ان في يعني فسحه شويه. For ages 6 and older encourage healthy habits and activities, do not include screens, turn off all screens during family meals and outings, learn about and use parental controls, avoid using screens as pacifiers, babysitters or stop tantrums. زي ما احنا ايه مش كل ما الولد يعيط نفتح له الايه بتاع عشان يسكت، دي حاجه مضره جدا.
ونتعلم الايه ونعلم الناس البيرنتنج عشان يقدروا يعملوا ليميتس لاولادهم. turn off screens and remove them from bedrooms 30 to 60 minutes before bedtime. يبقى محددين ده على اساسا ان في بيد تايم. يعني خلي بالكم ان في اسر مصريه كتير جدا ما عندهاش اصلا مفهوم البيد تايم ده ان هو بقى بينام كده وقت ما عاوز. يعني انما الصح ان يبقى في بيد تايم، والصح ان احنا نسحب الموبايلات قبل البيد تايم ب 30 الى 60 دقيقه. ودي الامريكان اسوسيشن اوف بيدياتريكس عامله ريكومنديشنز تقريبا نفس الكلام يعني. و Do not make screen time a part of child care or supervision. إن أنا أدي الطفل اللابتوب عشان أنا أعمل حاجة تانية عشان ما يدوشنيش يعني. Parents should co-view television with the children from 2 to 5 years. لازم نبقى معاهم في السن الصغير عشان لو جات أي حاجة ما هياش مناسبة لسنهم نغير. Find the balance between screen time and behavior that's important to health. حقيقة في علاقة كبيرة جدا ما بين السكرين تايم وما بين وقت الاب او الام نفسه اللي هو مفضيه للطفل. لان معظم الاهالي بيستخدموا الشاشات الالكترونيه كوسيله لالهاء الطفل عشان هم يعملوا حاجه ثانيه. انما فطول ما احنا بنقول للطفل ما تقعدش على الموبايل، وبعدين احنا اصلا مش انجيجنج معاه في اكتيفيتي معينه، فهو مش هيسمع الكلام لان هو هيقعد يعني هيبطل موبايله ويعمل ايه؟ طب ما هو محتاج حاجه تشغله. لو هو احنا بنعمل معاه بنلعب زي ما انتم شايفين الاب ده بنطبخ مع بعض، بنلعب لعبه ثانيه، بنعمل فيزيكال اكتيفيتي مع بعض الى اخره، فده هيخلينا ما نقعدش على السكرينز كتير. Be consistent with limits and make sure that each day has the same amount of screen usage. ان احنا يبقى عندنا وقت محدد كل يوم بنقضيه، ويستحب يكون محدد في اليوم كمان، يعني من الساعه كذا للساعه كذا وقت كذا هو ده الوقت بتاع الموبايل او وقت بتاع التابلت او التي في. وافويد باك جراوند تي في، ان انا ما اشغلش التلفزيون وانا ما بتفرجش عليه. طول ما انا ما بتفرجش على حاجه معينه يبقى نطفيه. ماشي. وطبعا المودل جود سكرين بيهيفير، ان الاب نفسه يبقى ملتزم بالكلام ده هو بقدر الامكان عشان ما يقولش للاولاد ما تقعدوش على الموبايل وهو نفسه قاعد على الموبايل طول الوقت. انكارج اذر اكتيفيتيز زي القرايه مثلا، ان انا بدي مكافئات على الاولادي على القرايه، على ممارسه الرياضه، على ممارسه اعمال منزليه بسيطه في البيت يساعدوا فيها الام او الاب، على ممارسه هوايه ظريفه. كل دي حاجات بدي كريدت للطفل عليها، والكريدت ده بعد كده ممكن يبقى يستخدمه في ان هو يشتري حاجه هو بيحبها، او حتى يعني نحدد الوقت اللي هو هيقضيه على اللعبه بتاعته او على الموبايل عن طريق الكريدت ده. وبالتالي يبقى انا ضمنت توازن ما بين اكتيفيتيز مفيده انا عاوزه يقدمها او يمارسها، وما بين اكتيفيتيز ثانيه هو نفسه يمارسها طول الوقت. Be a good observer, listener and become media literate. يعني لازم الاب يبقى عنده او الام لازم يبقى عنده محو للاميه الالكترونيه لان في تريكات كتير قوي ممكن تلاقي المراهق او الولد عارف اكتر من الاهل، فبالتالي بيضحك عليهم. ممكن يكون بيعمل اكتيفيتيز مثلا بيشوف حاجات غير لائقه او كده، والاهل ما يعرفوش اصلا، وبيعرف يخبي الهيستوري، بيعرف يخبي الايه. فلازم الاهل يبقوا برضو ايه مصحصحين شويه في الموضوع ده. نعرف البرامج بتاعه البيرنت كنترول بتاعه الايه، في برامج كتيره جدا بتمنع المواقع الاباحيه، بتمنع المواقع اللي فيها عنف وفيها حاجات غير لائقه الى اخره. وازاي نعمل كنترول حتى على التوقيت، يعني في الويندوز نفسه وفي الاجهزه الإلكترونية ممكن كأب يعمل باسورد ويتحكم في الموبايل ان هو يطفي الساعة كذا، او في الكمبيوتر ان هو يطفي الساعة كذا عشان ده وقت النوم اللي هو متفق مع ابنه عليه الى اخره. يعني في سوفت وير معمول مخصوص عشان الايه الحاجات دهيت، وبيساعد الاهل على الكنترول في على اولاده. تيك هوم مسج بتاعتنا، سكرينز ار هير تو ستاي كان اوفر ميني بوزيتيفز، يعني مش هتروح، لازم نتعايش معاها. المنع الكامل انا ما بفضلوش خالص يا جماعه. في اسر تقول لك احنا ما بنسيبوش على الموبايل خالص خالص، اولادهم بيجي لهم احساس بالحرمان الشديد وبيحسوا بالظلم، وبالتالي احنا مش مع المنع الكامل ومش مع الاتاحه الكامله طول الوقت برضو، لان لها اضرار كتير زي ما شفنا. But also can cause many adverse outcomes on the children's mental health and well-being. It's never too early to develop a screen time plan with your family and let your children share their ideas and concerns and negotiate the content. Parental control strategies and time limits of your children's use of TV and smart device. نقعد مع بعض كده كأسرة ونقعد نحدد مع بعض الايه
ايه هنقعد وقت قد ايه ومن امتى لامتى وبشروط ايه ولازم نكون مخلصين واجبات ايه وايه قبل الايه قبل ما نقعد. ومهما كان الطفل ما عندوش مدرسه وما عندوش دروس وما عندوش مذاكره لازم نوجد لاولادنا انشطه مفيده وضروريه يعملوها كل يوم، ما يبقاش طول الوقت كده للترفيه واللعب وخلاص. First work then play زي ما بنقول في البيرنت مانجمنت دايما. طيب دي كده احنا خلصنا، بس عايزين نرجع للهيراركي بتاع الايه سيمتومز بعد اذنكم ونشوف رايكم ايه في الاستادز اللي احنا عرضناها دي كلها، ايه العيب فيها بالنسبه للهيراركي ده. انا بس محتاج اشوف يا اما اسمعكم يا اما تكتبوا لي، يعني عايز نوع من الانتر اكشن، الناس تقول لي الاستادز اللي احنا قلناها دي كلها فيها مشكله كبيره جدا هناخد بالنا منها على طول لو بصينا للهرم ده. وانا بجيب الشات منين؟ هو الواضح يا دكتور محمد ان الاستادز قليله برضو، وان معظمها زي ما في الكيس بتاع الهيراركي ده كيس ريبورت اوبن استادز، ما هياش راندومايزد كنترول. يمكن ده اللي يخلينا مش متاكدين قوي ان احنا من علاقه السكرينز بالاطفال وتاثيرها على الصحه النفسيه بتاعتهم وتاثيرها والعلاقه القويه اللي ساعات بتطلع اشاعات ان في علاقه بين الشاشات والاوتيزم والسايكاتريك سيمبتومز في الاطفال. فهي دي يمكن يعني الملاحظه اللي موجوده ان الاستادز ما هياش يعني ما هياش نقدرش نعتمد عليها قوي ان احنا نطلع بكونكلوجن واضحه وثابته. هو زي ما حضرتك قلت كده، وزي برضو ما بعض الايه الزملاء بداوا يكتبوا ان هو المشكله كلها في الكنترول، ان احنا يعني هي دراسات باعداد كبيره وبتقيم علاقات لا يمكن تجاهلها طبعا، ولا يمكن نعتبر ان هي يعني غلط، ولكن احنا عندنا مشكله ان احنا من اول نص الهرم تقريبا احنا عندنا الكيس كنترول. طب فين الكنترول؟ ما هو احنا عشان يبقى في كنترول لازم يبقى في اولاد ما بيشوفوش الموبايلات ولا التابلتات ولا الايه التلفزيون خالص، وده مش موجود في الواقع بتاعنا. يعني هم يعملوا ستادي يقارنوا الاولاد اللي بيشوفوا والاولاد اللي ما بيشوفوش، هو ما فيش اولاد ما بيشوفوش ببساطه. الريف ممكن يا دكتور محمد؟ نعم؟ في الريف شويه ممكن. لا ولا في الريف ولا في ال، هو اولا الدراسات دي كلها معموله بره يعني ما عندهمش فرق قوي ما بين الاربن والريف، بس انا من تعاملي مع الايه مع الناس في عمق الريف يا دكتوره بيقعدوا على يعني في ناس ما ممكن يبقى ما عندهاش تليفونات ارضيه بس عندها تليفونات تاتش في اماكن نائيه جدا، وفي الاماكن اللي بيعملوا فيها استصلاح للاراضي والحاجات اللي زي كده في الصحراء في وادي النيترون، وتلاقي عندهم موبايلات برضه وبيشتكوا ان الولاد بيقعدوا عليها كتير وهكذا، ان هي بقت افيلبل جدا جدا لدرجه ان ما فيش حد تقريبا ما عندوش. فعشان انا اجيب كنترول جروب اقارن بينه وبين الاولاد اللي بيشوفوا فده مش متاح تقريبا، وده العيب الاساسي اللي موجود في كل الاستادز دهيت، ان احنا مش قادرين نعمل كوزاتيف افكت فعلا، ان احنا مش قادرين نثبت السببيه يعني. ففي النهايه بنشكر استاذتنا الدكتوره مي وشركه ايفا على تنظيم الايفنت الجميل دهوت، ويا ريت لو في اي اسئله نكتبها برضو لو في حاجه. حضرتك يا دكتور محمد بجد كانت برزنتيشن جميله جدا وابديتد واحنا محتاجينها قوي قوي قوي، يعني هي طبعا انت حضرتك حرقتها لنا، يعني احنا كنا هنسمعها في المؤتمر بتاعنا بتاع طبعا المؤتمر كان لما احنا لو عملنا المؤتمر هقولها برضه حضرتك. تمام. في ناس كتيره محتفظه بالبرزنتيشنز بتاعتها لحد المؤتمر، بس كده احنا خلاص عرفنا اللي فيها. فالفكره انه هل في علاقه ما بين الموبايل مثلا والشبكه، يعني مثلا الولد اللي ماسك الموبايل وفي شبكه والولد اللي او الطفل اللي ماسك الموبايل ومن غير شبكه، ساعات بيقولوا يعني ممكن تديها له كلعبه يلعب بيها يفتح يتفرج على جيمز وحاجات زي كده، ولا دي ملهاش علاقه؟ هو بص حضرتك، هو اخر يمكن من الدراسات الاخرانيه اللي احنا عرضناها في اخر البرزنتيشن ان هم بالعكس بيقولوا ان الاكتف انتر اكشن اقل ضررا من الباسيف انتر اكشن.
يعني هو لو مثلا بيخش على الفيس بيكلم اصحابه او بيكلم افراد اسرته التانيين، هو طبعا ده كل حاجه لها ميزه وعيب، لان هو برضو الاتصال بالانترنت ممكن يبقى له عيوب خطيره جدا، والاولاد ممكن يتعرضوا للاستغلال والخداع من 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 اطراف اخرى احنا ما نعرفهاش. ولذلك لو الطفل كونكتد على الانترنت بيخش على السوشيال ميديا لازم نبقى متابعين كويس قوي هو بيكلم مين وننبه، والافضل ان هو ما يكلمش غير الناس اللي هو عارفهم في الواقع، لان للاسف في ظاهره كبيره جدا في الانترنت اللي هي الشخصيات الوهميه، ان كل واحد بيعمل نفسه شخصيه وهميه خالص. كان مره واحد كان جاي بيشتكي لي ان هو بيحب واحده على الانترنت بقاله سنه ونص، وبعدين اتضح ان هي مش واحده، اتضح ان هي واحد يعني. فدي كانت من النكت الظريفه جدا، ان ممكن المراهقين بالذات بيخشوا في علاقات عاطفيه وحاجات كتيره جدا. بس الفكره ان كل حاجه لها ميزه وعيب، ان هو برضو مش الحل ان احنا ندي الطفل الموبايل لمجرد ان هو يشوف عليه الكرتون والحاجات اللي هي مش يعني اوف لاين، لان ده برضو بيزود لنا بقى مشكله خصوصا في السن الصغير بالنسبه للديفلوبمنت بتاعه، ان هو زي ما قلنا بيبقى متلقي دايما، وبالتالي ما بيديش هو الفيدباك، وبالتالي الانتر اكتف سكيلز بتاعته ما بيحصل لهاش ديفلوبمنت. يعني هو التايم بس اللي حضرتك حددت لنا في الريكومنديشنز الوقت، يعني كل طفل على حسب عمره يقعد قد ايه. فساعات ممكن نعملها كنوع من يعني البيهيفير ثيرابي مثلا، ان الطفل اللي احنا بنحاول نقلل السلوكيات السيئه اللي هي الانوانتد بيهيفير بتاع الاطفال، بحاجه زي كده يعني الطفل العنيف مثلا، ان انا لو ما بطلتش ضرب مش هديك الموبايل بتاعي، او مش هديك التابلت بتاعك النهارده اللي هي الساعه بتاعت بالليل مثلا، او في بنستخدمها كريورد حضرتك كمكافاه. هل ده ممكن نعمله؟ طبعا هو احنا في البيرنتنج حضرتك بنقول دايما ان احنا السكيديول بتاع اليوم بنحاول ان احنا بنقسمه لنصين اساسيين، في وقت اللي هو الديوتس اللي هو فيرست وورك زي ما بنقول، ولازم نخلق ديوتس للطفل، يرتب سريره، يعمل يقرا كتاب، يعمل حتى لو في الاجازه، يعني مش شرط ان هو يكون وراه مدرسه ولا حاجه. وبعد كده لو هو احسن التصرف في الجزء الاول من اليوم اللي هو بيبقى فيه ديوتس وما عملش اي حاجه غلط، بنديله الكريدت اللي هو النقط او الدرجات اللي هو بياخدها، اللي من خلالها بيقدر ياخد الليجر تايم بتاعه، يقضي الوقت على المسموح به على الموبايل او على التابلت، او بحيث ما يحسش ان هو محروم، وفي نفس الوقت بيحس ايه، يبقى احنا رشدنا الموضوع واستخدمناه كوسيله لتحفيز الطفل ان هو يمارس يعني بنستخدم الانشطه الترفيهيه كوسيله لتحفيز الطفل ان هو يعمل الانشطه المفيده. وفي نفس الوقت وجود الانشطه المفيده دي هو بطبيعه الحال بيقلل من وقت الفراغ اللي عنده اللي هو هيبقى نفسه يقعد فيه على الموبايل. يعني هو لو مشغول طول اليوم في رياضه وفي قرايه وفي رسم وفي تعلم موسيقى وفي ما اعرفش ايه وايه، مش هيتبقى له طبيعي في اليوم غير ساعتين اللي هم اخر النهار اللي هنديله فيهم التابلت او الموبايل يلعب بيه وهكذا يعني. شكرا. وفي سؤال من الدكتوره نهى، لو تحبي تتكلمي يا نهى، بتقول يعني مشكله في الببجي، يعني اللعبه دي بيقولوا ان بيبقوا 10 سنين والموبايل بتاعه والاهل مش بيعرفوا يتحكموا فيها، تنصح حضرتك بايه؟ ممكن تتكلمي يا نهى لو تحبي، اتفضلي. ايوه دكتوره نهى. خلاص اوكي دكتور محمد، حضرتك تقدر يعني بص حضرتك كل فتره. ايوه دكتور محمد معلش بس اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ هي بس الفكره ان في بيجي لنا اسئله كتير على لعبه ببجي، وطبعا بيبقى الاطفال مثلا سنهم 9 سنين 10 سنين وبيبقى الموبايل بتاعه، وبيبقى اللي هو البري ادوليسنس ده بيبقى صعب قوي ان احنا ناخد منه الموبايل او نقول له ان احنا هنعمل لك مكافاه، ومبقاش يعني النقطه دي بالنسبه له هو كل حياته اللعبه دي واعد عليها ليل ونهار. في مفهوم اساسي جدا في البيرنتنج، ان احنا كاهل احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل الحاجه في مصلحه الطفل ونمنعه من الحاجه اللي هتضره، مش المطلوب مننا ان احنا تو انترتين هيم، يعني ان احنا نعمل له الحاجه اللي هو عاوزها. يعني في اهالي كتير جدا عندهم المشكله دي اساسا في تفكيرهم هم،
ان هم متخيلين ان هم عشان يبقوا اباء وامهات حلوين وكويسين المفروض ما يزعلش. فاهماني؟ تمام. تيجي تقول لك اصل انا لو سحبت منه الموبايل هيزعل. طب ايه المشكله لما يزعل حضرتك؟ ما هو لازم يزعل، انت مش هتعرفي تربيه من غير ما تزعليه في بعض الاوقات. يعني ايه لازم يبقى في عندك اصلا الكونسبت ان هو لو حط مثلا حقنه والدكتور كاتبها له ما هو هياخدها وايه وهيبقى زعلان وكل حاجه، لان هو مش مدرك لمصلحته كويس دلوقتي، وحضرتك اللي عندك ادراك اكتر لمصلحته، فالمفروض ان انت تدوري ازاي تحملي الحاجه اللي في مصلحته. واحنا بنحاول ان احنا ايه دايما نوازن الامور بحيث ان احنا ما نوصلش الطفل لحاله الاحباط او الياس الكامل، وفي نفس الوقت ما نوصلش بيه لدرجه ان هو اللي هو عاوزه لازم يحصل. يعني كلام حضرتك واضح قوي في حته كان في الدكتور هي بس سكوت اللي هو كان ده من اعلام التشايلد سايكاتري في العالم، يعني كان هو ماسك التشايلد سايكاتري تقريبا في انجلترا في والشيف اديتور بتاع الكتاب تكست بوك اسمه راتر. كنت بسمعه مره في محاضره في برلين في الدبليو بي اي في 2017، فكان قال كلمه جميله قوي في اخر المحاضره، قال لك ايه ان ملخص البيرنتين كله gives them love and gives them limits، ان ايه ان احنا نديهم ايه الحب ونديهم الحدود في نفس الوقت. هم حتى بالصدفه في العربي وفي الانجليزي بيبداوا بنفس الحرف love والليمتس والحب والحدود، فلازم يبقى في حدود، ان هو ما فيش حاجه اسمها مش هديك الموبايل. يعني لازم هو يبقى فاهم ان في اوثوريتي في البيت اللي هي الاوثوريتي بتاعه الاب او الام، وان الاوثوريتي دي هي اللي لازم ايه بدون عصبيه وبدون نرفزه وبدون زعيق وبدون ضرب، بس الكلام بتاع الاب والام هو اللي بيمشي في الاخر، ولازم الرساله دي توصل للطفل مره واثنين وثلاثه وعشره بشكل عمل، ان هو مش هينفع ان الحاجه اللي انت عايزها هي اللي هتحصل، لان في قواعد في الدنيا دي انا لازم ادربك عليها، انا مش انا اللي ايه اللي بفرض عليك رايي، ده هي الدنيا كده. يعني بنقعد ندي امثله للطفل حبيبي، هو ينفع بابا مثلا ما يشتغلش ويقعد يلعب طول الوقت على اللعبه دي؟ ينفع ماما ما تعملش شغل البيت وتقعد تلعب على الموبايل؟ ما كل واحد عنده شغل لازم ايه يعمله الاول وبعد كده في وقت للعب. كل فتره كده بتظهر مشكله على لعبه معينه، الناس تبدا تقول فيها محتوى كذا، اللعبه دي فيها، وده طبعا بيرجع ليه تقدير كل اهل لمدى المحتوى اللي هم مش عايزين يوصل لاولادهم للعبه دي، ومن حق اي اهل ان هم يقولوا للطفل والله اللعبه دي مش هينفع نلعب بيها او اللعبه دي ممكن نلعب بيها. محمد هو انا ممكن اقول رايي؟ اتفضلي فندم. دكتوره نهى، هو يعني دلوقتي ببجي لعبه يعني اكسايتنج جدا، يعني ايه يعني لعبه لطيفه قوي، يعني احنا برضو ايه محتاجين نعرف نفهمها، يعني احنا برضو مش عايزين نتكلم عن حاجه ما نكونش احنا عارفينها وفاهمينها، لان هي فيها انتر اكشن بين عدد كبير من المساهمين في اللعبه دي، بينهم وبين بعض بيقعدوا يلعبوا اللعبه دي. بالظبط بالظبط جدا بشكل رهيب. عارف يا استاذ محمد انا عندي الولاد بيقعدوا مع بعض طول الليل في اللعبه دي، وعمالين ده انت رحت فين مش عارف ايه وضربت مين وانا مت ومش عارف ايه حاجات. ف يعني في كلام على ان اللعبه دي بالذات، مش عارفة رأي حضرتك برضه، اللعبة دي بالذات ممكن قوي احنا محتاجين كأهل كبيرنس نفهمها ونعرف ويمكن نشاركهم فيها. دي حاجة بتبقى ده الكلام اللي قلناه اللي هو الليتراسي بتاع ان احنا يبقى عندنا يعني فاهمين ايه اللي بيحصل يعني. وكمان في كلام على انك انت تلعب معاهم، يعني احنا نلعب معاهم اللعبة دي بحيث ان انا ابقى فاهمة التولز بتاعتها ايه وفاهمة الحدود بتاعتها ايه، وبالتالي الطفل كمان هيحس ان انا مش طول الوقت عمال اقول له اسكت وبلاش واخد منه الموبايل او التابلت وامنعه عنها، وهو يبقى حاسس ان انا كنترولينج ومركز معايا واب رخم، فيحس ان انت بتشاركه في اهتماماته، ساعتها تقدر تحط الليمتس اللي انت عايزها، لا هنلعب مره كل يوم، لا هنلعب مثلا الوقت الفلاني، لا خليها في الويك اند. هي دي كلها الليمتس اللي بنقول عليها دكتوره مي، هي دي الليمتس اللي احنا بنقول عليها، ان هو ممكن يبقى لها وقت معين، ممكن انا اقول له لا انا مش هتلعبها لوحدك، انا لازم العبها معاك، يعني اللعبه دي مثلا قلب الاول مثلا لما انا اتعرف اللعبه محتواها ايه وكده، وبعد كده ممكن اسمح له ان هو يلعبها لوحده وهكذا، بس في الاخر لازم يبقى في ليمتس، ما ينفعش يبقى الايه الراي الطفل هو اللي يعني. ده النقطه. ما هي المشكله دكتور محمد ان احنا في الحجر الصحي دلوقتي، فالطفل يعني هو مثلا هو مش طفل، هو مثلا 12 سنة يعني 11 سنه
فاللي هو وحيد وباباه ملوش في الالكترونيات يعني في حته ان احنا نلعب او كده ومامته. فاللي هو طب انا هعمل ايه؟ انا مريش حاجه غير ان انا بلعب مع اصحابي. انا بلعب مع اصحابي لو سبت الموبايل انتوا مش مثلا هم كاسره مش بيقعدوا مع بعض. هي الام تقول لي طب انا هعمل ايه؟ هو فعلا طفل وحيد ومحتاج حد يشاركه في حاجه، واحنا ما بنخرجش ولا بنروح نادي ولا بنروح ولا بنيجي. طيب يعني هندي ايه البدائل للطفل في الحاله دي؟ هو طبعا الوضع الحالي بيصعب المهمه جدا على الاهل، لان ما فيش زي ما حضرتك قلتي ما فيش نشاط رياضي، ما فيش نادي، ما فيش ما فيش هوايات بره، ما فيش اي اكتيفيتيز يعرف يعملها. ولكن احنا يعني بنحاول نتكيف على اي وضع، وده محتاج جهد من الاهل. يعني الاهل اللي يقول لحضرتك يقول لك وجدير لنا حل من غير ما احنا نبذل مجهود، قول لهم لا معلش انا اسفه مش هينفع. فاهماني؟ لان هو في انك انت مطلوب انت بتعاني او بتشتكي من مشكله معينه، انت لازم تشترك معانا في حل هذه المشكله. يعني مثلا احنا كل في البيت، ايه المانع ان احنا نلعب رياضه مع بعض مثلا في التمارين السويدي البسيطه دي؟ وفي على فكره حتى برضو على الايه الانترنت حاجات بتشجع على الايه يعني فيديوهات بتلعب والطفل يلعب معاها. طب ليه ما نعملش وقت للرياضه؟ ليه ما نعملش وقت للقرايه؟ القرايه الكتب العاديه مكتبه، ونشتري كتاب وندي مكافاه للي خلص الكتاب، ويبقى عندنا ساعه قرايه كل يوم او ساعتين. ايه ما ندورش على مهارة و او هوايه الطفل عنده استعداد ليها زي الرسم او الموسيقى، دي نجيب له ورق وقلم والوان عشان يرسم ويلون، وبرضه ندي حوافز ومكافئات على الحاجات دي. دايما الحاجات اللي احنا عاوزين الطفل يعملها نحفز عليها، ونستخدم الحاجات اللي هو بيحبها كمحفزات زي برضه ايه زي الموبايل. قلنا ما نحرمش خالص، نعمل توازن ما بين الايه الامرين بحيث يبقى نص اليوم كده ونص اليوم كده او اكتر او اقل حسب سن الايه الطفل. وده على فكره بيخلي الطفل نفسه يبقى استخدامه يعني يستعود على الاستخدام الرشيد زي ما بنسميه، لان اي حاجه هي بتتعبه هو نفسيا بعد كده. زي ما قلنا بتجيب له يعني الطفل مثلا اللي بيدمن لعبه معينه يقعد طول النهار يلعبها، هو نفسه بيجي له انكزايتي بعد كده، وتبص تلاقي دماغه كلها متمركزة على ان هو وصل للليفل الكام وغلب ولا ما غلبش وفلان غلبه، والحاجات دي كلها ممكن تعمل له هو نفسه انكزايتي بعد كده، وبتسبب له مشاكل صحية كتير زي ما قلنا. تمام دكتور، شكرا. السؤال قدامي العفو دكتور، في سؤال قدامي ان هو الهو قالت ان مفيش مسموح خالص، ولكن الايكاب يا ريت يا جماعه اللي بيكتب يا يكتب عربي يكتب انجليزي، عشان الواحد لما بيقعد بيكتب كلمه عربي وكلمه انجليزي تبص تلاقي الكلام شقلب كده. مش لان الايكاب قالت ان الاطفال من 18 ل 24 شهر ممكن نستخدم الموبايل في اغراض تعليميه. هم في اختلاف بسيط ما بين الايه التو يعني ريكومنديشنز هنا، ان هو اقل من سنتين ال WHO قالت بلاش خالص، والايكاب قالت ان هو ممكن يستخدم بس مش في اغراض تعليميه. هم قالوا ان هو في اغراض برضو انتر اكتف، وده خاصه للاطفال للاسر العائل بتاعها بيبقى مسافر، ودي كتير قوي عندنا. تلاقي الاب في ايطاليا، الاب في السعوديه، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي مش عارفين هيجي امتى. فالناس بتفتح الايه الشاشه للطفل الصغير الرضيع دهوت يشوف وش باباه ويتفاعل معاه ويضحك له ويشوق ويعمل له باي باي والحاجات دي كلها، فده مسموح به. فكره استخدامه بقى في الاغراض التعليميه يعني ممكن ان انا اقول ان هي برده مش هتبقى كفتره طويله قوي، مش اكتر من ساعه او ساعتين، لان برده الالكترونيه مش بتدينا يعني انا محتاج ان الطفل يشوف اللعبه مثلا ويلمسها ويشوفها 3D كده ويلعب بيها ويحدفها ويخبطها في الحيطه يشوفها ترد ولا لا. كل ده مش هيبقى موجود على الايه على الشاشه. البرامج الايه التعليميه اللي موجوده على الشاشه تبقى اخرها صور، ان احنا بنشوف الايه صوره الايه الحاجه الفلانيه ونقعد نقول اسمها والحاجات دي كلها، وبرده الايه الاعاده عليها لفتره طويله غلط، لان الاشعاع نفسه اللي طالع من الجهاز ممكن يسبب مشكله في النمو بتاع المخ، فما تبقاش اكتر من ساعه او ساعتين بالكتير. هي الدكتوره نورهان هو ده سؤالها مسموح بيه وقت قد ايه؟ احنا تقريبا جاوبنا على الجزئيه دهيت.
لو سمحت يا دكتور، هو نظام الدرجات ده نستخدمه مدة قد إيه، ولا يفضل طول الوقت ما فيهوش مشكلة؟ أنا شخصيا مش شغال بيه طول الوقت، وولادي يعني اتربوا عليه وكبروا عليه، ويعني مش شرط إن هو يكون بنفس السوفيستيكيشن اللي إحنا بقى نحط على كل حاجة درجة، ولكن لازم يبقوا عارفين إن في ايفالويشن بيحصل، في تقييم بيحصل، والايفالويشن ده بيترتب عليه المطالب بتاعتهم كلها بتلبى بنسبة قد إيه. لازم يبقوا فاهمين ان في علاقه ما بين الايه الاداء وما بين المكافآت اللي هم بيحصلوا عليها. المحاضره ممتعه جدا، الف شكر لحضرتك. لو حضرتك تسمح لي نعمل ايه في حاله الاهل اللي هم عندهم مشكله في فرط استخدام الموبايل وبالتعلم بالاقتداء بيقلدوا الاهل وصعب اغير سلوكيات الاهل، ازاي اواجه الاطفال بدون التدخل المباشر مع الاهل؟ والله دي من اصعب الاسئله اللي ممكن تواجه التشايلد سايكاتريست، وانا رايي ببساطه ان هذا السؤال ملوش اجابه. يعني ما ينفعش ان انا اغير سلوكيات الايه الطفل من غير ما الاهل يتغيروا. انا بحاول استخدم اعمل سايكو ثيرابي للاهل نفسهم ان هم يغيروا من سلوكياتهم اذا كانوا هم فعلا عايزين سلوكيات اولادهم تتغير. واحيانا بضطر احيد احد الاطراف، يعني ايه يعني مثلا الام متعاونه بس الاب مش متعاون خالص، ما مش معانا، فببدا انا اهيئ الام ان يعني تقول للطفل ايه معلش اصل بابا عنده ظروف، اصل بابا مشغول، اصل بابا عنده شغل، اصل بابا خليك معايا انا، يعني معنى اصح. يعني ايه ما تركزش مع بابا قوي وخليك معايا انا. لو كانت الام هي اللي هتطبق معانا فبالتالي ايه بنحاول نبعد الاب، طبعا مش في كل الاوقات ولكن في الاوقات اللي هو بيمارس فيها السلوك اللي احنا مش عاوزينه نبدا نبعده عن الطفل شويه، ونقنع الايه الطفل ان هو في عذر ما يخليه يبعد عن بابا في الوقت ده عشان ما يلقطش منه السلوك الايه السيء اللي احنا مش عاوزينه يلقطه منه. انما لو الاثنين مش متعاونين مش عارف احنا ممكن نعمل ايه بصراحه، نشوف خالته او عمه يربيه او حاجه. دكتوره اسماء سليمان عملت ريز هاند. دكتوره اسماء اتفضلي. هو معلش الدكتوره نهى لسه بتكمل، دكتوره نهى بدوي، طب ازاي يطبقوا البرنامج معايا والاسر الممتده؟ دي الاسر الممتده ليهم مشكله ثانيه، ان هو انا بنصح الاهالي في الارياف ان خلي ابنك معاكي في الايه في الشقه مش في البيت، لان هم عندهم مشكله مصطلح البيت ده اللي هو بيبقى فيه كذا شقه مع بعض، فوجود الاطفال كلهم مع بعض مع وجود الجد والجده اللي هم دايما حنينين وبيعملوا للطفل اللي هو عاوزه بيسبب لهم مشكله كبيره. فدايما اقول للاهل ايه في وقت الشغل اللي هو الوقت الديوتز اللي قلنا عليه ده خلي الولد معاكي انت بس جوه شقتك، بعد كده هنلعب بقى وايه وخلاص وخلصنا الشغل اللي ورانا ووقت الايه الترفيه جه ننزل بقى نقعد مع جد وتيتا عادي. اتفضلي مين اللي كان عامل ريز هاند؟ انا مش هو اللي ايه انا مش ظاهر عندي. عليكم السلام. مين معايا فين؟ اي انا اسماء سليمان. اهلا بحضرتك دكتور محمد، جزاك الله خيرا عن محاضره جميله جدا ما شاء الله. انا بس كنت بدات اللي هو نظام الدرجات ده مع بنتي، هي 4 سنين يعني بس ما كملتش عليه، انا مش عارفه بقى الديفكت فيا ولا فين، مش عارف يعني انا مطلوب طبعا. كنت ايه يعني مثلا كنت بعاني معاها، احنا قاعدين مش عارفه اعمل معاها ايه، فيعني ما تصحى الصبح اديها نجمه، سرحنا تديها اديها نجمه، حاجات بسيطه اللي هي العادات بتاعتنا، وبعد كده بقى قعدها قدام التلفزيون برضو. بس الفكره ان هي كل الدرجات بتاعتها كانت بتبقى عايزه يا التلفزيون يا الكمبيوتر. هو ده طبيعي معظم الاطفال، وحتى التلفزيون مش انترستنج بالنسبه لها وعايزه الكمبيوتر بس. بس حضرتك ذات نفسها انت من حقك توزعيها برضو. او انا انا بقى عايز اعرف عن عن برنامج الدرجات ده اكتر، يعني انا اعمله ازاي؟ يعني ممكن انا مش عارفه ان انا اعمله صح. ما هو له فنيات كتير احنا المفروض ان احنا شرحناها وبنشرحها في البيرنت اللي هي الورك شوب بتاع البيرنتنج، انا قلناها كذا مره في كذا مناسبه يعني. بس هي الجزئيه ده هي حضرتك الديوتز اللي المفروض ان انت المفروض انها تستغرق وقت اقل، لو سن يعني مش اقل تقريبا من سن الطفل، لو الطفل عنده 4 5 سنين يبقى 4 أو 5 ساعات حاجات زي كده، مقابل الوقت اللي هو بيقضيه كترفيه وكلعب. خلي بال حضرتك ان احنا بنحط قائمه بالسلوك الانشطه اللي هو عاوز يقضيها في وقت الترفيه، القائمه ده هي ممكن يكون فيه تفضيلات عند الطفل،
يعني هو عنده احسن حاجه ان هو على الموبايل، ثم يليها ان هو يقعد مثلا على التلفزيون، ثم يليها ان هو مثلا يلعب بالكره بتاعته او باللعبه بتاعته. فلو انت سبتيه هيقول لك انا ليا مثلا 3 ساعات او 4 ساعات هقعدهم كلهم على الموبايل، تقولي له لا انت ليك 4 ساعات اه، بس الاربع ساعات دول متوزعين ساعه موبايل وساعتين تلفزيون وساعتين مثلا هنلعب بالكوره مثلا. هو كده يعني ايه، فهو هيبدا يقبل بذلك لانه ما قدموش اختيار تاني ان هو يتوزع الايه، لان هو اكشولي في الاخر بيحب كل الانشطه دي، يعني ما عندوش مشكله ان هو ينوع بينها، حتى لو كان الاختيار الافضل بالنسبه له ان هو يقضي الوقت كله في نشاط واحد. فانت بتقولي له لا ده مش اوبشن، مش موجود الاوبشن ده، مش موجود، احنا هنوزع الوقت ما بين كذا وكذا وكذا بحد اقصى لكل نشاط كذا. وصلت؟ اه تمام تمام يا دكتور وصلت. تمام تمام شكرا جزيلا. العفو العفو. معلش انا متهيألي انا خدت اكتر من وقت كده يا دكتوره مي. دكتور محمد بصراحه الموضوع ممتع جدا جدا والله، ومحتاجين فيه كلام كتير اكتر بكتير، كلام في الاطفال وتربيه الاطفال وتوجيههم. الموضوع مش مثالي خالص، مهما كنا بنحاول نبقى مثاليين ما بتقدرش يعني. احنا اكيد طبعا يعني كتير بنزهق وكتير بنسيبهم يقعدوا على التلفزيون يتفرجوا ويزهق منهم، تعبانين وعايزين نرتاح، عندنا مشاكلنا. فالموضوع محتاج مجهود كبير قوي من البيرنتس فعلا، ان هم يبقوا يعني متحمسين ان هم او عايزين فعلا ما يوصلش الموضوع لان احنا نتخانق ونتعصب والموضوع يقلب بشكل غير تربوي تماما يعني. فالموضوع فعلا موضوع البيهيفير ثيرابي في الاطفال، وازاي ان انا اعمل لهم البوزيتيف رينفورسمنت بيهيفير والري شيبنج اوف بيهيفير، الحاجات دي والله محتاجه ممتعه جدا ومحتاجه الكلام فيها المكان لوحده فعلا. انما المحاضره النهارده كانت غايه في الاهميه وكانت مهمه جدا، وحضرتك شرحتها لنا بصوره علميه جميله جدا يا محمد، كتر خير حضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك الله يخليك. شكرا جزيلا. انا اعتقد ان احنا مش هنقدر نكمل ولا ايه يعني، الموضوع طول قوي. تحبوا راحت انا كنت مركزه جدا في المحاضره، فحسنا ايه رايكم نخليها مره تانية يعني؟ ايه رايكم ممكن تكتبوا لي على الشات نخليها مره تانية ولا نقولها دلوقتي؟ على فكره في فيديو قصير كده عملته عن الاطفال واوقات الفراغ بمناسبه موضوع الحظر والقعده في البيت والحاجات دي، موجود على اليوتيوب على القناه بتاعتي لو حابب يشوفه يعني. وبرضه كان في بعض المجهود اللي كان معمول من خلال الكليه والجامعه عن طريق المركز الاعلامي بتاع الجامعه، ان هيبقى في سلسله فيديوهات ان شاء الله. سجلنا اول فيديو منها امبارح وان شاء الله ينزل على موقع الجامعه، وباذن الله يبقى اساتذتنا يسجلوا فيديوهات ثانيه ان شاء الله. فيا ريت كلنا نبقى نتابع. دكتوره ريهام بتسال على ده، انا عامل قناه متواضعه كده ده اسمها اسمي يعني عادي، هو بنفس السبيلنج ده هوت. لو دورنا على الايه السبيلنج ده هوت اللي ظاهر عندي على الشاشه على اليوتيوب هنلاقي القناه ان شاء الله. ويا ريت المحاضرات دي بعد كده نبقى نرفعها على اليوتيوب برضو، بحيث ان احنا نشوف يعني لعموم الفائده يعني ان شاء الله. تمام يا دكتور محمد. ان شاء الله هيبعتوا لنا اللينك لايفا. شكرا لشركه ايفا ان هي مديانا الوقت والنمبر انليميتد تايم اند نمبر. نشكركم على مساهمتكم معانا ودايما سبورتنج الاسم بتاعنا. شكرا. خلاص اوكي، هناخد اللينك وانس يبعتوا لنا اللينك هنحطه على الجروب، وممكن اي حد ممكن حضرتك تحطه على اليوتيوب شانل بتاع حضرتك دكتور محمد. هم هيرفعوه على اليوتيوب اصلا ولا هيرفعوه؟ لا هيبعتوا لنا اللينك، هم بيرفعوه على اليوتيوب اكيد وبيبعتوا لنا اللينك بتاعه. وانا بحط اللينك على القناه عادي، ما فيش مشكله، اي لينك ممكن يتحط على اي قناه. تمام خلاص اوكي. ونأجل المحاضره بتاعتي لان كده يعني المحاضره خدت كل اهتمامنا، فان شاء الله نخلي المحاضره بتاعتي. انا بنعتذر والله يا دكتوره مي، كان نفسنا لا خالص يا دكتور محمد لا انا مخلص حاجه والله زي الاستديو، بس الاسئله اللي خدت وقت.
لا هو انا المرات اللي فاتت كان بيبقى فيه اكتر من محاضره، يعني كانت مره معانا الدكتوره حنان حضرتها جميله جدا، وبعديها عملنا تريننج على الدعم النفسي للمصابين بالكورونا او اللي في العزل، فحسينا ان الموضوع كان طويل قوي، وكان فيه كلام من الزملاء ان لا احنا كنا تعبنا من كتر السماء والمحاضرات كانت كلها شيقه. فانا سمعت الكلام اهو، هنأجل المحاضره بتاعتي المره الجايه وانا اكتفي بهذا القدر. شكرا لحضرتك محمد، شكرا لحضراتكم، وان شاء شكرا الله لحضرتك وشكرا لجميع الحضور، يعني ان شاء الله لقاء قادم ان شاء الله. مع السلامه. ان شاء الله. مع السلامه. سلام.